الصفقة التي بدأت بين الثلاثيتين، الثلاثية الممثلة لعصبة الشمال الغربي وبالضبط نادي اتحاد القنيطري أصحاب الأقمصة الزرقاء والصفراء، والثلاثية الممثلة لعصبة جهة فاس مكناس، ثلاثية النادي المكناسي، ثلاثية مصطفى أكلوف وجمال شليح ويوسف الصغير. سوف ينازلون عبد الله البوسكراوي، عادل الشوبي، وكذلك الفرنسي يوسف جيمي كابيلو. يوسف جيمي كابيلو هو مسلم، مسلم دخل الإسلام واعتنق الدين الجميل، دين التسامح، دين الكرم، دين الجود، وهو الإسلام. ونفتخر بأننا مسلمين وننتمي إلى راية الإسلام والعروبة. يتربص الفرنسي، يتربص للمباراة النهائية. وهذا الرجل الإخوان منذ أن حط قدميه بالمملكة المغربية فاز بعدة دوريات، أي دوري كيشارك فيه كيفوز فيه، أي دوري. فاز بدوري تاهلة، فاز بدوري القباب، فاز بدوري تيفلت، فاز بماراثون مارتين، وكان وصيف بطل الجائزة الأولى في نادي السباتي طنجة، وها هو كيأكد الحضور ديالو كذلك في مدينة إفران. في مدينة إفران انطلق التشويق، انطلق الحوار، انطلق الحوار. مباشرة غادي نشاهدوا الفرنسي في التسديد. يوسف بالجنسية الفرنسية، الجنسية الفرنسية. يوسف يدخل، غمار المباراة النهائية، مباراة اللقب. يوسف كان موفق. يوسف كان موفق في التربح. أمامنا ابن مدينة قرامة عبد الله البوسكراوي. لا شكر على واجب صديقي يوسف، هذا واجب. عبد الله البوسكراوي في التأشير شيئا ما، ما كانش موفق عبد الله. جمال شليح، جمال شليح المتمرس ابن مدينة صفرو، وصول مدينة صفرو. المتمرس جمال شليح. والثلاثي في حقيقة الأمر المكناسي رفقة البطل الكبير يوسف الصغير أبدعوا، بشكل كبير طيلة يوم البارحة يوم السبت، أبدعوا بشكل كبير. أمامنا الفرنسي في الضربة الثانية. الفرنسي كان موفق، ويحييكم يا محبين وعشاق الكرة الحديدية. والتذكير الإخوان، هذا الفرنسي هذا الزوجة ديالو من أصول مدينة بوفكران، مدينة بوفكران اللي كتبعد عن مدينة مكناس بحوالي 12 كيلومتر. المايسترو يوسف الصغير كان موفق في التأشيرة. سي نوردي الزرهوني مرحبا بك. حظ موفق للجميع صديقي عسال الألمنيوم الزجاج، مرحبا. وعليكم السلام. مباشرة على الصورة أمامنا ابن مدينة ترسيد المبدع مصطفى أكلوف، الخلوق مصطفى أكلوف. مصطفى كان موفق في هذه الكرة الأولى في هذه المباراة النهائية، المباراة النهائية برومي فري تروفي حسن دو. بالنسبة للجائزة المالية الإخوان، البطل ديال كأس الحسن الثاني تروفي حسن دو 10000 درهم زائد 4 ديال الكؤوس، زائد 4 ديال الكؤوس. وبالنسبة للوصيف البطل 5000 درهم زائد 4 ديال الكؤوس. مصطفى في الضربة الثانية. مصطفى كان موفق في الضربة الثانية. بالنسبة لهذا الدوري صديقي الا ما كانش توقف، كان توقف إلا في حالة كورونا، إلا في حالة كورونا اللي كان توقف.
ابن مدينة التفاح حميد الدس. عادل الشوبي، عادل الشوبي كان سبق له فاز بهذه الكأس هذه الغالية رفقة الأخ ديالو المهدي الشوبي اللي كيلعب في وصلة مراكش كذلك. عادل كان موفق في التأشيرة. عادل اللي كيلعب بواحد الطلاقة وواحد الأريحية. عادل الشوبي لاعب مكتمل وعنده إنجازات لا على الصعيد الجهوي ولا على الصعيد الوطني. عادل الشوبي وكان سبق له تنادى عليه التربص الأول للمنتخبات المغربية، ولكن الظروف ديال العمل ديالو هي اللي ما سمحتلوش. عادل الشوبي كان سبق لهم ناداو عليه التربص ديال المنتخب الوطني المغربي، ولكن الظروف ديالو العملية هي اللي ما سمحتلوش. جميل جميل يا ابن مدينة القنيطرة. جمال كان موفق في التشئير في التشئير. يوسف جوج مقابل صفر، جوج مقابل صفر. وهذه التسديده كانت موفقه من الفرنسي يوسف جيمي كابيلو، كان موفق. جوج مقابل صفر، التفوق لاصحاب الاقمصه البيضاء والحمراء النادي المكناسي على حساب اصحاب الاقمصه الزرقاء والصفراء الاتحاد القنيطري. جميل مصطفى، جميل مصطفى كان موفق. وي بسبب كورونا وي كان توقف. مرحبا بك، مرحبا بك سي يوسف طوبان. من خلال كنمر التحيه لجميع الابطال ديالنا المغاربه المقيمين في الغربه. لو دوزيام تير ولا اروع ولا اجمل. الرجل ضرب كره في افران ارجع مارشارير حتى الايموسان. مصطفى اكلوف سيني. الفرنسي له بالمثل. وي وما نساوش كذلك الحضور ديال نادي سلوان عصبه الشرق في شخص السيد الرئيس السي موسى راه حاضر معنا اللي كيمثل، وتحيه غاليه الريافه عبر العالم. امامنا ابن مدينه القنيطره يوسف الصغير، غير موفق يوسف الصغير، غير موفق. الاخوان بغيتكم تاكدوا لي، لا صافي بغيتكم تاكدوا لي والصوره مزيانه والصوت مزيان. الور لامين كانت انيلا الاخوان، وكيبقى السكور كما هو عليه. جوج مقابل صفر، دائما تفوق القدام على حساب الاتحاد القنيطري. الاخوان بغيتكم تاكدوا لي واش كلشي مزيان، صوره وصوت.
الوغ الاخوان واحد النقطه غادي تكون مشتركه بين هاد جوج ديال الثلاثيات. شنو هي الاخوان؟ المسافه القصيره. الثلاثيه المكناتيه يفضلون المسافات القصيره، والثلاثيه القنيطريه كذلك يفضلون المسافات القصيره. الوغ هنا الاخوان هنا غادي تكون هاد النقطه هادي مشتركه بين هاد جوج الثلاثيات. الوغ هنا الاخوان غادي تمنحنا هاد لابارتي الفرجه والمتعه. علاش؟ هاد جوج ديال الثلاثيات غادي يحاولوا. هذا جست صراحه، جست كيبين ان شكون اللي كيسير المباريات وهو الفرنسي. مباشره عادل الشوبي عطى البوشون للفرنسي، قال له انت ديرو في لا ديستونس اللي عجبتك. والفرنسي صراحه يفضل المسافات القصيره. الوغ حتى حنا بغينا كلشي يكون مزيان، وتا نتوما تكونوا مزيانين، وتا نتوما تفرجوا شويه ديال البارطاج الاخوان الله يرضي عليكم. عاونوا الفريق شويه ديال البارطاج الله يرضي عليكم. رشيد دراوي مرحبا بجميع الاخوان. الوغ غادي تسمحوا لي الا ما كنتش كنقرا التعاليق ديالكم، باغي نركز في هذه المباراه باش نعطيكم واحد التعليق طيب ونعطيكم كذلك فرجه جميله ورائعه. الوغ غادي تسمحوا لي الا ما كنتش كنقرا التعاليق ديالكم. أمامنا الفرنسي مباشرة عملية الهجوم، لاطاك، عملية الهجوم. الفرنسي كان موفق وهذا ما يحبه الفرنسي، المسافات القصيرة. مرحبا بالأصدقاء ديالنا ديال الكرة الحديدية في الجارة الجزائر، ألف مرحبا. جمال شليح امامنا على الصوره، بطل المغرب سنه 1996 ورفقه صفصاف والحاج بوطيب بالوان نادي المغرب الفاسي. جمال كان موفق بشكل كبير في انتظار لو دوزيام فواياج الفرنسي يوسف جيمي كابيلو. كان موفق بجوج ضربات. لا شوف صديقي، كل واحد كنعطيه حقه من خلال المستويات اللي كيقدم، وانا لا انقص من الابطال ديالنا. عندنا حتى حنا الابطال ديالنا كبار في العصر التاسع، عندنا الابطال ديالنا، ما نقولش ما عندناش. انا دابا كنوصف لكم المستوى ديال هذا الرجل في هذه المباراه، كنوصف لكم، وانا احترم واقدر المستويات. عادل الشوبي كان موفق، عنده ثلاثه في الارض، كان موفق، كمل داك الشيء اللي داروه الفرنسي. انا احترم واقدر وأشجع الأبطال ديالنا المغاربة. أنا كنبقى مغربي ابن البلد، ولكن حنايا المغاربة عندنا واحد الصفة معروفين بها عبر العالم، كيقولوا سير للمغرب تاكل وتشرب، بمعنى الكرام. ألور الكرام ما كيبقاش غير في الطعام، كيبقى حتى في الكلام. حنا هادشي ورثناه المغاربة بدون استثناء، من طنجة حتى للكويرة، ورثنا الكرام على الأجدود ديالنا وعلى الآباء ديالنا. لا يعني لا، كمل يا صديقي، كمل يا بطل. معليش عادل، خيرها بخيرها. معليش يا عادل، خيرها بغيرها. جوج مقابل صفر، التفوق ديال الكوديم على حساب الاتحاد القنيطري. ثلاثية عبد الله البوزكراوي وعادل الشوبي والفرنسي يوسف جيمي كابيلو. وهذا الرجل هذا راه تا هو ولا كيحمل جزء من المغاربه. الزوجه ديالو والابناء ديالو مغاربه. الزوجه ديالو اصول مدينه بوفكران اللي كتبعد عن مدينه مكناس بحوالي 12 كيلومتر. الوغ هذا الراجل هذا كيبقى ديالنا، بويسكو الزوجه ديالو مغربيه. جوج مقابل صفر، المباراة النهائية اللي غادي تكون ملعوبة اطريز 13 نقطة اللي غادي تحدد لنا شكون هو البطل ديال هاد النسخة 56
من كأس المرحوم الحسن الثاني، تروفي حسن دوز. هذا التروفي هذا اللي كان في الانطلاقه ديالو سنة 1967. رائع رائع مصطفى، مصطفى كان موفق في الضربة ديالو. جوج مقابل صفر، جوج مقابل صفر، التفوق مكناتي على حساب القنيطريين. مباراة نهائية، مباراة نهائية، مباراة مصيرية. جمال شليح كان موفق، جمال شليح كان موفق، 4-0 تفوق ديال الكوديم على حساب القنيطريين. ولا أروع ولا أجمل، فوتوكوبي كولور بالفرنسية تكون تقييم بالأمازيغية، سيني الفرنسي يوسف جيمي كابيلو. ضربة كانت موفقة. وردة الفعل كانت ولا أروع ولا أجمل، ابن مدينة تلسينت. ضربة كانت تحت إمضاء مصطفى أكلوف. جميل جميل جميل، 3 ضربات كانوا موفقين، ضربتان للفرنسي وضربة لابن مدينة تلسينت مصطفى أكلوف. أمامنا جمال شليح المبدع في مجال التأشير، المبدع في مجال التأشير جمال شليح. وهذه شهادة من لاعب متمرس، لاعب له خبرة ودراية كبيرة في ملاعب الكرة الحديدية عبر الوطن الحبيب المملكة المغربية، هشام الرجوي يدلي بهذا التصريح، يدلي بهذا التصريح والتحليل الموضوعي. عادل الشوبي، عادل الشوبي شيئا ما، ما كانش موفق، شيكا كورة، ما كانش موفق، شيكا كورة. مرحبا بالأصدقاء ديالنا الجارة الموريتان. تأشيرة مقبولة من ابن مدينة قرامة عبد الله البوزكراوي، في انتظار لو دوزيام فواياج مصطفى أكلوف. جميل جميل مصطفى، جميل ورائع، جميل مصطفى. تذكير الإخوان، مصطفى له النصيب في الكأس الإفريقية واللقب الإفريقي اللي كانت تقام عندنا في الدار البيضاء موسم 2013، كان من ضمن المنتخبين لا ألف ولا باء اللي كانوا شاركوا في مدينة الدار البيضاء. تأشيرة ما كانتش موفقة عبد الله البوزكراوي، تأشيرة ما كانتش موفقة. كيف يفكرون الثلاثي المكناتي بدعم من البطل الكبير يوسف الصحيح؟ كيف يفكرون؟ وي الفرنسي انهكه التعب، الفرنسي انهكه التعب.
يوسف كان موفق. عادل الشوبي كان موفق. ديجاجا كورة. الور يوسف، يوسف عنده جوج ديال الخيارات، يا اما يقنع بان بوان ويا اما يضرب على جوج ويلحسب كورتو ثلاثة. ولكن يوسف انا اعرف هذا الراجل. الور واحد قنع بواحد، ما كاينش مشكل، النتيجة كتغير. تأشيرة موفقة كما عودنا ابن مدينة صفرو جمال الشليح اللي قنع شبع. وي ونقطة نقطة كيحمل وي. ودائما أرحب بالأصدقاء ديالنا في الكرة الحديدية في الجارة الجزائر. على ما أظن عبد الله البوسكراوي قضى الغارات، ربح لو بوان. كل شيء ممكن صديقي عمر، كل شيء ممكن في الكرة الحديدية، كل شيء مباح قانونيا. جميل ورائع يا مصطفى، جميل جميل. سمير السعيدي هذا حقك الشرعي. حسن مورجي مرحبا بك. تذكير اخوان المباراة النهائية ديال دوزيام بري كأس افران كتجرى في هذه الاونة هذه بين واحد الثلاثية اللي كتمثل عصبة تافيلالت ونادي سجل الماسة الرشيدية والخصم ديالهم اللي هي ثلاثية اللي كتمثل نادي عين عودة عصبة الوسط. الوغ هذه هذوما الطرفين ديال المباراة النهائية دوزيام بري كأس إفران. عادل كان موفق في التأشير. لا أظن صديقي المهدي، لا أظن صراحة الثلاثية بجوج صراحة تبارك الله عليهم قدموا مستوى رائع. الضربة الثانية ابن مدينة تاسينت. ولا أروع ولا أجمل يا مصطفى يا أكلوف. والتحية متبادلة مع جميع الإخوان والأخوات اللي راهم معنا على المباشر. وأنا معكم مباشرة من مدينة سويسرا المغرب، مدينة إفران. مدينة إفران إخوان، هذه المدينة هذه التي تنتمي إلى جهة فاس مكناس وتقع بجبال الأطلس المتوسط، والعدد السكان ديالها اللي كان كيبلغ سنة 2014 حوالي 14659 نسمة. وعادل الشوبي كان موفق التأشيرة الثانية. والارتفاع، الارتفاع ديال مدينة إفران عن سطح البحر بحوالي 1600 متر. المساحة الإجمالية لمدينة إفران حوالي 3573 كيلومتر مربع. ضربة كانت موفقة من يوسف. أمامنا الفرنسي. الفرنسي كان موفق في التأشير. مرحبا بالأصدقاء ديالنا ديال بوعرفة عصبة الشرق. لا
جوج ضربات كانوا موفقين يا يوسف يا الصغير، جوج ضربات كانوا موفقين. صديقي المهدي شكون اللي ما بغاش يربح هاد التروفي؟ الكل الكل صراحة باغي يربح هاد التروفي. جوج ديال التأشيرات كانوا موفقين الفرنسي، جوج تأشيرات، 5-0 التفوق مكناسي على حساب القنيطريين. جمال الشليح كياخذ كل الوقت ديالو. جي الصوت، جي الصوت وكتغير النتيجه، وكتغير النتيجه وكتولي قبيل واحد ثلاثيه القنيطريه كيقيدوا النمره ديال الدار. 5-1 على حساب المكناسيين. تأشيرة كانت موفقه عبد الله البوزكراوي. مرحبا بالجالية ديالنا المغربية المقيمة في الديار الخليجية الإمارات العربية، مرحبا بجميع الإخوان والأخوات عبر العالم. كنتمنى أنكم تقدروا الظرفية ديالي من حيث قراءة التعليقات. كرة هذه ما كانش موفق فيها جمال الشليح، كرة هذه ما كانش موفق فيها. مصطفى ما كانش موفق. عبد العزيز الغياتي مرحبا بك يا اصول مدينه تازه، وصباحكم سعيد الاصدقاء الطيبين. حنا كنتواجدوا في مدينه افران سويسرا المغرب، حنا كنتواجدوا في مدينه افران سويسرا المغرب. المنتخب البي خسر في المباراه ديال النصف النهائي امام ثلاثيه القنيطريه. الضربه الثانيه كان موفق مصطفى اكلوف. بالنسبة للمباراة الثانية ديال الدوزيام بري الكأس، كأس إفران، كتجمع بين ثلاثية اللي كتمثل جمعية عين عودة عصبة الوسط، وثلاثية كتمثل عصبة تافيلالت نادي سجل المسا الرشيدية. عبد الله قضى الغار، ربح لو بوان، هذاك هو المطلوب، قضى الغار. بالنسبة للمباراة النهائية ما منقولاش على المباشر، تسجيل المباراة النهائية ديال الجائزة الثانية كأس إفران تسجيل ماشي على المباشر. كان موفق يوسف جي جيمي كابيلو، كان موفق في التسديدة. التأشيرة كانت موفقة بشكل كبير، سيني يوسف صغير. جميل الضربة الثانية يوسف جيمي كابيلو. Thank you.
لا ريبريز يوسف صغير بشير. يوسف كان ناقص في لادوني وكيبقى افونتاج بالنسبه للثلاثيه القنيطريه، عندهم ان بوان في الارض وعندهم ان بوان في السكور، هي جوج، وعادل الشوبي مازال له دو بوان. على ما اظن النتيجه غادي تغير وغادي تولي 4-5. النقطة الثالثة بالنسبة للثلاثية القنيطرية في انتظار النقطة الرابعة كمجموع. أربعة مقابل خمسة، خمسة مقابل أربعة، ودائما التفوق مكناتي على حساب الثلاثية القنيطرية. تأشيرة كانت موفقة ابن مدينة قرامة عبد الله البوزكراوي. وي صديقي المهدي الكاراتي، وي فتسديد ابن مدينة التعسين. مصطفى أكلوف، ولكن يا للحسرة الهدف يتجه مع الكرة المضروبة. يوسف يوسف أربعة مقابل خمسة، أربعة مقابل خمسة، التفوق ديال أصحاب الأقمصة الحمراء والبيضاء المكناسيين على حساب القنيطريين أصحاب البدلة الزرقاء والصفراء. وتأشيرة كانت موفقة جمال شليح. أجي بحالك أنا صاحبي باش ما يكرسوكش، أجي بحالك، أجي بحالك أنا باش ما ديرونجيهمش. الفرنسي في التسديد رائع 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 وجميل رائع. امبالي جيست حدا البوسول، المسافه تقريبا 11 ديال الامتار. الفرنسي وكيضرب وكيحسب كورتو بكل جماليه وبكل اناقه. الرجل تخصصه جميع المسافات، 6 أمتار، 7، 8، 9، 10، 11 بدون أي مشكلة. والتأشيرة الثانية، والتأشيرة الثانية كان موفق جمال شليح، كان موفق. عبد الله كان موفق، عبد الله كان موفق، كيربح ان سكوند ديال 20 سنتيمتر، وهذا رائع وجميل يا ابن مدينة قرامة. والمسافة تقريبا حوالي 11 ديال الأمتار. في انتظار ردة فعل، في انتظار ردة فعل ابن مدينة 30 مصطفى أكلوف. كل شيء أبطال، هادو بستة، هادو بستة مهما أنهم وصلوا للحلقة الأخيرة من هاد المسلسل ديال التروفي حسن دو، هادو بستة أبطال راه وصلوهم يديهم، وصلوهم المجهود ديالهم والتعب. مصطفى صراحة ضرب جيش تاكوتي، مصطفى ضرب جيش تاكوتي، هادو بستة أنا وكاين عندي شو بوفوار أمنحهم صفة البطل بستة بيهم. باسكو قدموا مستويات فرجونا ومتعونا. مرحبا بالاصدقاء من جميع المدن المغربيه
من جميع المدن المغربية ألف ألف مرحبا، وأنا ممنون لكم يا أصدقائي على حسن الإصغاء والتواصل والسند، أنا ممنون لكم. يوسف ما كنشوفه خصراحة، لعب مزيان يوسف، بغى يلعب لابول، بغى يدير شي اكسيدون في لابول ديال لادفيرسير، ولكن ما كانش موفق. خمسة مقابل أربعة، تأشيرة كانت جد جد رائعة. تأشيرة كانت جد جد رائعة من البطل الكبير يوسف الصغير. صديقي حاليا لا نناقش امور البنين، حاليا نناقش المباراه النهائيه ديال التروفي حسن دو. شكون الثلاثيه اللي غادي تفوز بالتروفي؟ هذا هو الامر اللي كيهمنا في الاونه الحاليه. اما امر البنين فلا زال هناك وقت. جميل يا الشوبي، رائع يا الشوبي، جميل 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 جدا. كيزيد لو دوزيام بوان الشوبي، ولو سكون تقريبا 21 سنتيمتر، والمسافه ديال اللي ملعوبه تقريبا 11 ديال الامتار، وتزيد نتايا لو دوزيام بوان في هاد الضيق والحريق. برافو الشوبي، برافو عادي، برافو برافو. امت على راسك صديقي سمير السعيدي، امت على راسك صديقي سمير. على ما اظن زاد لو تروازيام بوان، با با با، كما يقال واحد المثل بالدارجه كيقول لك يدخل العقيق، هي هذيك يدخل العقيق، هي هذيك عادي الشوبي كيدخل العقيق. سكون ديال 20 سنتيم المسافه 11 ديال الامتار وتزيد انت يا دو بوان، الله يعطيه الصحه، الله يعطيه الصحه. والفرنسي كذلك 4 بوان، با با با، أربعة النقاط في الضيق والحريق. برافو والله إلا برافو، برافو برافو. ها اللي قلت لكم الإخوان، الثلاثية القنيطرية التكتيك ديالهم المسافات القصيرة، المسافات القصيرة. ألور مهما كيلعبوا المسافات القصيرة كيقلبوا على لو جو ديال لاتاك، كيقلبوا على الهجوم، كيقلبوا على العدد الكبير في النقاط. ها اللي قلت لكم، ولكن الهجوم سوف يكون من نصيب المكنسي. مصطفى شيئا ما كان موفق، ديكاجا كره، ولكن كيبقى لافونتاج القنيطريين 8 مقابل 5، تفوق قنيطري على حساب المكنسيين 8 مقابل 5، 8 مقابل 5 التفوق ديال اصحاب الاقمشه الزرقاء والصفراء على حساب اصحاب الاقمشه الحمراء والبيضاء. النادي المكنسي يواجهون الاتحاد القنيطري. صديقي حسن ما عنديش النتيجه ديال النهائي، النهائي ديال الجائزه ديال دوزيام بري كاس افران والدوري الاخوان. هذا هذا الكأس اللي كان عرف المشاركة ديال 335 ثلاثية عن العصب التسعة بالمملكة المغربية. عبد الله كان موفق، ربح لو بوان، هذاك هو المطلوب.
كيمشي ديما وليد. مصطفى شيئا ما كان موفق ديجاج كرة، ولكن مازال الكواري ديال الخصم العنيد الخصم القنيطري مازال في لو جو. الور ثلاثة ديال الكرات أمام أربعة ديال الكرات، ثلاثة ديال الكرات كنسيين أمام أربعة ديال الكرات قنيطري. سكور إخوان 8 مقابل 5، والمباراة هذه النهائية ملعوبة على 13 نقطة. شكرا حسام بيتون، شكرا على المساعدة. شوبي كان موفق في انتظار ردة فعل يوسف، يوسف الصغير. وي 8 لصالح القنيطريين، 5 لصالح المكناسيين. في التأشير جمال شليح كالعادة. شكرا صديقي مراد المرقوم، الله يكثر خيركم اخويا، الله يكثر خيركم ابناء مدينة إيموز زركندار. شكرا جزيلا الجالية ديالنا المقيمة في الديار الأوروبية. جمال جمال كيربح لو بوان، جمال شليح كيربح لو بوان. في انتظار ردة فعل الفرنسي. الفرنسي كان موفق كعادته. هذه مباراة نهائية، مباراة نهائية لا تكرر كل أسبوع أو شهر، مباراة نهائية تلعب مرة واحدة في السنة. طروفي حسن سعادي البرهوم مرحبا بك، وتحية عالية وخالصة لعائلة برهوم عبر العالم. فيصل نمير مرحبا بك يا بطل، مرحبا بك يا بطل الجارة الجزائر. فيصل نمار نمير هذا لاعب ديال المنتخب الجزائري سابق، وكذلك بطل اللي قدم الشيء الكثير في الديار الفرنسية. فيصل النمير صديقي فيصل يلا التحقتي بنا، هذه مباراة نهائية ديال التروفي حسن دو اللي ملعوبة في مدينة إفران. وهذا أمامنا يوسف الصغير لاعب المنتخب الوطني. جميل جميل يا يوسف جميل. مرحبا بالأشقاء الليبيين. وهذا كرم منكم أصدقائي الأعزاء أن يصل المباشر 2000 مشاهد، هذا كرم منكم وجود. في التأشير الشوبي، واش ربح الشوبي ولا لا؟ يبقى السؤال مطروح. ربح لك تأشيرة شيئا ما موفقة كاينة في لوجيكور ديال عبد الله البوستاني. سعود مقابل 5، المباراة هذه اللي غادي تكون ملعوبة أطريز. رضوان بوت مرحبا بك صديقي العزيز أبناء مدينة الدار البيضاء. التعب أخذ مني الشيء الكثير، التعب أخذ مني الشيء الكثير. وجمال شليح كان موفق. الحسن أونو مرحبا بك أخويا، أمنه مرحبا بك أخويا. ومن خلالك أمرر التحية
الاصدقاء ديالنا في مدينة قرام. امامنا الفرنسي، الفرنسي هذه المرة كان غير موفق. مرحبا بالاصدقاء ديالنا في تونس. لطفي الطنطاوي مرحبا بك، ودائما ابناء مدينه لاكاسا بلانكا الدار البيضاء. الاخوان ما كاين لا شكر والو، الله يرضي عليكم. هذا واجب انني نفرجكم، هذا واجب، وتستحقون الاكثر. ولكن الشوبي قال الكلمه ديالو، الشوبي قال الكلمه ديالو، ما فهمش الفرنسي، خطا الكره الاولى، مازال عنده الكره الثانيه، عيط لعدي قال له تضرب، ما فهمش التكتيك ديالو. الرجل كيلعب بروح المجموعة، الرجل كيلعب بروح المجموعة، وهذا هو اللي خلاه يدير النتائج. ربح الكونكور ديال سهلة، ربح الكونكور ديال القباب، ربح الكونكور ديال تيفلت، ربح الماراثون دمارتيل، وصيف بطل دوري السباتي طنجة، وها هو كنشاهدوه في المباراة هذه ديال كأس الحسن الثاني التروفي حسن. الور ما يمكنش هذه النتائج هذه تجي عن ضربة حظ، ما يمكنش. مرحبا بك جاد، صديقي جاد القطري. مرحبا والف مرحبا برئيس عصبة سوس الصحراء، ورئيس نادي شباب الوطية، الرجل الذي يتقن الخارجات في الادغال الافريقية، الرجل الذي اتانا بجوج ديال الالقاب من الادغال الافريقيه. عبد ربيه السالك، الف مرحبا يا رجل. الو صديقي بيتونك صلاح، خسر النهائي سو شامبيون. المهم كان في المباراة النهائية، كاع هاد لي كونكور اللي لعب إلا الكونكور ديال بوفكران هو اللي ما ربحش فيه. الراجل من نهار اللي حط رجليه في المغرب وهو يحصد، الرجل صور المركوب باش غادي يرجع، كان كيضرب البوشون، الفرنسي كان كيضرب البوشون باش يأنيلي لامان. سكور صديقي جاد قطبي 5-9، التفوق ديال القنيطريين على حساب المكنسيين. مبروك لنا جميعا، هذه الصفحه ديالكم ماشي ديال، هذه الصفحه ديالكم يا المحبين والعشاق والعاشقات ديال الكره الحديد. وهذا جميل يا صديقي لطفي الطنطاوي، وهذه بركه من عند الله، هذه بركه من عند الله، واحمد الله واشكره على حب المتتبعين وشغفهم للكره الحديديه والسند ديالهم لهذ الصفحه هذه اللي هي ماشي ديالي، ديالكم الصفحه. انا خادم عندكم هكذا بكل تواضع وبكل روح رياضيه، انا خادم عندكم يا محبين وعشاق الكره الحديديه. مصطفى ما كانش موفق، وي الله يرحم المرحوم بوتراوي قصور مدينة إفران. الضربة الثانية كانت جميلة جدا، مصطفى أكلوف ضرب كرة في إفران، رجع مارشاريال حتى لمدينة إيموزار كندر. صافي دابا ما غاديش نذكرو، انا كنهضر اخوان بالمستويات الله يرضي عليكم، لا راه اللي قدم شي مستوى كنوصفو
كنوصف داك البطل هذاك، كنوصفو بالمستوى اللي كيقدم. الوغ حنا كنبقاو المغاربه غادي نعاودوها لكم، حنا كيعرفنا العالم كامل كيعرفونا، بنغلاديش كيعرفونا، في الهند كيعرفونا، المغاربه الناس ديال الكرم، المغاربه الا ما كرمناكش بالطعام نكرموك بالكلام الطيب. حنا معروفين المغاربه عبر العالم، تجي للمغرب تاكل وتشرب ما كاينش مشكل، كاينش ادنى مشكل، ولكن الكرم يتجلى كذلك في الكلام الطيب، في الكلام الطيب. وهذا الرجل هذا باش يكون في العلم ديالكم، الزوجه ديالو مغربيه من اصول مدينه بوفكران، الابناء ديالو مغاربه، مغاربه الابناء ديالو. الوغ النتيجه كتغير وكتولي سبعه، ست اناف. وي الاداء هو اللي كيتكلم، الاداء هو من يتكلم. جمال شليح، جمال شليح في التبشير، تسعود مقابل سبعة، المباراة تعيد بالشيء الكثير، المباراة تعيدكم بالشيء الكثير، فرجة ومتعة ومستويات. ان شاء الله صديقي امين الرجوي، ان شاء الله غادي نحاول، واخا راني صراحه انهكت كثيرا والتعب اخذ مني الشيء الكثير، غادي نحاول انني في الامسيه المسائيه نقل لكم بعض المباريات في النادي، في نادي امال الحاج ان شاء الله. الضربة الأولى ما كانش موفق مصطفى، على ما أظن اللي نقل المباراة ديال النهائي الدوزيام بري كأس إفران حميد بيزين هو اللي نقل هذه المباراة، على ما أظن، واش نقلها تسجيل ولا مباشر الله أعلم، ولكن هو اللي راه نقل هذه المباراة. الضربة الثانية فوتوكوبي كولور تكور تقيم يا مصطفى يا أكلوف. الضربة الثانية عوضت الخيبة ديال الضربة الأولى. مرحبا بالأصدقاء ديالنا ديال الكلميمة، مرحبا بالأصدقاء ديالنا ديال المدن المغربية قاطبة من الكويرة إلى طنجة. مرحبا. وإلا كان شي نجاح غادي يكون مشترك بكم أنتم المشاهدين والمشاهدات والعشاق والعاشقات ديال الكرة الحديدية. إلا كان شي نجاح في هاد الصفحة راه بكم أنتم، بكم أنتم. إن شاء الله. وأتمنى إن شاء الله أن أطور من آليات التصوير، أتمنى إن شاء الله. كتعرفوا أبو ملك غادي يكون معكم واضح وصريح. اليد قصيرة والعين بصيرة. جميل الفرنسي، جميل، كان موفق. وي حذيفة صراحة هذا الرجل هذا اللي مؤخرا قالوا لي اعتزل الكرة الحديدية، صراحة الرجل مازال فيه ما يعطي هذا البطل، بوشكور حذيفة، بوشكور حذيفة. منير طرافخا مرحبا، مرحبا يا رجل. عادل الشوبي كان موفق في التأشير سبعة مقابل تسعود، تفوق ديال القنيطريين أصحاب الأقمصة الزرقاء والصفراء على حساب المكناسيين أصحاب الأقمصة الحمراء والبيضاء. سي رشيد بن دياش شكرا أخويا، حتى أنتم زوينين أخويا، حتى أنتم زوينين الله يعطيكم الصحة، الآداب والأخلاق الروح الرياضية، وهاد الصفحة هذه كتبقى صفحة عائلية، هذا هو الجميل، والأصدقاء ديالنا في الجارة الموريتان. ألف مرحبا.
جميل يا يوسف، جميل يا يوسف. لا ماشي في العالم صديقي، والله يرضي عليك. لا ماشي في العالم صديقي، الله يرضي عليك. غير موفق عادل الشوقي، غير موفق. الفرنسي في حيرة من أمره لتدبير هذه الجولة. شكرا صديقي إدريس، 7 مقابل 9. الفرنسي كان موفق في التأشير، الفرنسي كان موفق في التأشير. مرحبا بك سيدتي الفاضلة لطيفة عمور، ومن خلالك أمرر التحية لكل سيدات الكرة الحديدية في الوطن الحبيب المملكة المغربية. كاسكيت يا يوسف، كاسكيت، كاسكيت يا يوسف، كاسكيت يا يوسف. الكرة الأخيرة بين أيادي جمال شليح في هذه الجولة، هذه الكرة الأخيرة. الجو هنا صراحة معتدل، المهم ما كاينش شي حرارة بزاف، والجو صراحة زويون معتدل. مدينة جبلية، مدينة يكسوها الطابع الغابوي بشكل كبير. جمال ما كانش موفق كما يكفي، كانش موفق كما يكفي. وهناك خبر جميل، وهناك نبأ رائع للأصدقاء ديالنا في عصبة تافيلالت. الأمر يتعلق بثلاثية محسن الهراوي، الأمر يتعلق بثلاثية نادي سجل الماس الرشيدية. اللقب لقب كأس إفران يعود لثلاثية سجل الماس الرشيدية، ثلاثية محسن الهراوي. محسن الهراوي، هنيئا لكل مكونات الكرة الحديدية في هذه العصبة، هذه عصبة تافيلالت. محسن الهراوي نادي سجل الماس الرشيدية كبطل في هذه النسخة، هذه النسخة 56 لكأس إفران دوزيام بري. جمال، جمال شيكال بوشون، ولكن واش ربح لو بوان ولا ما ربحش؟ هذا هو السؤال. شكرا صديقي ايوب حافظ. عشرة مقابل 7 التفوق ديال القنيطريين على حساب المكناسيين في هذه المباراة النهائية. برومي بري تروفي حسن دو. التأشيرة الثانية كان موفق جمال شليح، في انتظار ردة فعل الفرنسي يا بدر يا الطهري. وكذلك هنيئا لمدينة ودمليل، رائع رائع يوسف كان موفق. كذلك هنيئا لأبناء مدينة ودمليل إقليم مدينة تازا. محسن الهراوي كيلعب بالألوان ديال نادي سجل الماس الرشيدية، ولكن أصول أصول مدينة ودمليل، عاصمة الزيت والزيتون. يوسف كان موفق، يوسف الكبير بالمستويات ديالو، باللعب وبالروح الرياضية.
مرحبا بالاصدقاء ديالنا ديال نادي الدخله والذهب. بالنسبه للجائزه الماليه البطل كاس الحسن الثاني تروفي حسن 2 10000 درهم زائد 4 كؤوس، وبالنسبه للوصيف البطل 5000 درهم زائد 4 كؤوس، وبالنسبه للجائزه الماليه كاس افران دوزيام بري البطل 3000 درهم. الضربه الثانيه شيكاكورا، الضربه الثانيه شيكاكورا يوسف جيمي كابيلو. مرحبا بك صديقي دورات اسماعيل. وي مبلغ صديقي مبلغ. 10 مقابل 7 المباراة النهائية برومي بري تروفي حسن دو مباشرة من مدينة أورتي سابقا وإفران حاليا. أورتي بالأمازيغية يعني الحديقة أو البستان، وإفران بالأمازيغية يعني الكهوف. الكهوف نبيل نبيل مرحبا بك ومرحبا بصديقي العزيز نبيل نبيل. مرحبا كذلك بالاصدقاء ديال الوفاق بني تجديد. افري يعني المغاره، افري افران المغارات الكهوف، وافري المغاره. الاصدقاء ديال نادي المرس بولمان اولمبيك الحطان مرحبا بكم اخويا سي مراد. في انتظار ردة فعل عادل الشوبي. جيت صوتي يا عادل ضربتي مزيان يا رجل، جيت صوتي ضربتي مزيان يا رجل، ما نلومكش ضربتي مزيان جيت صوتي دورة ولا جوج جيش صوتك. والاصدقاء ديال نادي الورزازات اورتو مرحبا. وحسب الدراسات، دراسات عالميه اكدت ان مدينة إفران هي من ضمن المدن التي صنفت عربيا ومغربيا من أنظف المدن، من أنظف المدن. وكذلك تتميز مدينة إفران بطابع معماري أوروبي تركه المستعمر الفرنسي. تأثيرها كانت موفقة ولكن ما ومدينة إفران كيتواجد بها بعض المعالم السياحية ومن ضمنها عين فيتال وكذلك محطة مشلي في التزحلق والعديد من البحيرات وكذلك واحد المنبع رأس منبع رأس. وكذلك مدينة إفران معروفة أسد إفران أو أسد الأطلس، وهذا الأسد هذا اللي كيتواجد في وسط مدينة إفران. وحسب رواية السكان القدماء للمنطقة وكذلك مذكرة المقيم العام الفرنسي أبان للاستعمار. على ما أظن يوسف زاد لو دوزيام بوان. بعض الروايات اللي أكدوها السكان القدماء للمنطقة وكذلك المقيم العام الفرنسي اليوطي أبان للاستعمار أن واحد الفرنسي تحت اسم جون أونري مونرو هو من قام بنحت الأسد. وهذا الفرنسي هذا جون أونري مونرو هو من أصول مدينة بوردو الفرنسية. وكانت هذه العملية هذه انطلقت ديال نحت الأسد سنة 1930. وهذا الأسد هذا الصخرة اللي كان نحت عليها اللي كانت كتبلغ 7 ديال الأمتار طولا ومتر ونصف عرضا ومترين من العلو. الصخرة اللي تنحتات عليها الأسد. مصطفى كان موفق في هاد لو تير بور دو.
مصطفى أكلو. مصطفى أكلو ما كانش موفق، كان كيضرب على ثلاثة. دو بوان وي. ناف، ديس ناف. ديس ناف. تسعود مقابل عشرة. تسعود مقابل عشرة في هذه المباراة النهائية مباشرة من مدينة إفران. مباشرة من مدينة إفران. والقصة الإخوان، القصة ديالها التروفي حسن دو كانت البداية ديالها سنة 1967 حينما كان المرحوم ملك البلاد الحسن الثاني يتجول بالمدينة مدينة إفران. لاحظ شغف كبير وتشويق في مباراة ديال الكرة الحديدية بين شباب وشيوخ بنية إفران، وأمر واحد الكونونيل بني عيش، الكونونيل بني عيش باش يتقام هاد الدوري هذا كل سنة. الوغ كانت الانطلاقة ديال التروفي حسن دو سنة 1967. سير جمال الشليح صديقي حمزة الزين. عشرة مقابل تسعود، عشرة مقابل تسعود، تفوق ديال أصحاب الأقمصة الزرقاء والصفراء القنيطريين على حساب أصحاب الأقمصة الحمراء والبيضاء المكنسيين. مبدع المسيرة الخضراء. ما كانش موفق عبد الله البوزكراوي. مرحبا بك صديقي عبد القادر، ومرحبا بالأصدقاء ديالنا ديال مدينة قلعة السراغنة. عبد الله في التأشيرة الأولى ما كانش موفق. عشرة مقابل تسعود، التفوق قنيطري على حساب المكناسيين. جوج ديال التأشيرات غير موفقين يا عبد الله يا البوزكراوي، وهذا غير مطلوب، وهذا غير مطلوب، ولا مجال للخطأ وأنتم تلعبون مباراة لقب بطل تروفي حسن دو كأس الحسن. الضغط حاليا، كل الضغط على الثلاثية القنيطرية. سعود مقابل عشرة، سعود مقابل عشرة، التفوق قنيطري. ما عنديش اخبار على الدوري ديال الحج، ما عنديش اخبار. كل تركيزي واهتمامي على دوري الكأس الحسن الثاني. تستاهلون كل متعة وتشويق، تستاهلون، تستحقون، تستحقون كل التشويق والفرجة والمتعة في مجال الكرة الحديدية. عادل كان موفق، شوبي ابن مدينة تفاحة ميدلت كان موفق. أهلا بأصدقائنا في مدينة وطاط الحاج صديقي عبد القادر. مصطفى في التسديد، جميل يا مصطفى، ورائع ورائع. كرة الصراحة كانت كاشي مع كورتو، والراجل صراحة طبيب ديال الأسنان، جبدها بوحدها. مصطفى أكلوف طبيب الأسنان، جبد كرة بوحدها نقية. الله يعطيك الصحة يا ابن المدينة التاسعة. أوي بطل كبير، بالأخلاق ديالو، بالتواضع ديالو، بالاحترام ديالو الكبير للخصم. مصطفى أكلو رائع يا الشوبي، رائع يا الشوبي يا عادل، رائع. جوج ديال التأشيرات موفقين في انتظار لو دوزيام فواياج ابن مدينة تلسيت، في انتظار لو دوزيام فواياج أصدقائي باليوسفية.
مصطفى أكلوف يأخذ كل وقته الكامل، وهذا حقه الشرعي، والقانون يمنحه دقيقة داخل الدائرة الرون. مصطفى ما كانش موفق في هاد الضربة هادي، مصطفى ما كانش موفق. الثلاثية القنيطرية ما خصهمش بوانتور، خصهم شوية من الراحة. الأسبوع الفارط مارتيل وطنجة كأبطال، وهذا الأسبوع هذا إفران. الثلاثية القنيطرية ما خصهمش بوانتور، خصهم شوية الراحة صراحة. هي ماشي بالسهل أنك تلعب هاد الدوريات وأنك توصل لهاد الأدوار، هذه الأمور ماشي سهلة، ماشي سهلة. أعتز بهذه الشهادة صديقي منير. الضربة كانت موفقة ديال يوسف الصغير. أعتز وأفتخر صديقي منير طربخة، الحكم الدولي في مجال الكرة البرتقالية، كرة السلة. شكرا أصدقاء ديالنا في مدينة سيدي سليمان. الفرنسي كان موفق في التأشير، يوسف جيمي كابيلو. أنا اعتزلت تقريبا في المهم، أنا شوفوا نقول غنجي معكم نيشان، أنا وليد كورونا. هذا الإنسان هذا وهذا الإعلامي البسيط، أنا وليد كورونا، أنا تزدت مع كورونا في مجال الإعلام الحديدي. ما هذا يا رجل، ما هذه الروعة في التأشير يا يوسف يا الكبير بالمستويات ديالك، ما هذه الجمالية يا ابن مدينة القنيطرة. عشرة مقابل عشرة، عشرة مقابل عشرة. سي ياسر كيفاش جاتني الفكره؟ الفكره ما كانتش عندي، وغادي نكون معكم صريح الى اقصى درجه. سبب هادشي كامل، هاد الاعلام سببه 30 ريال الزيتون، درهم درهم ونص ديال الزيتون، هو سبب هادشي كامل، هاد القصه كامله، وهاد الروينه اللي واقع سببه درهم ونص ديال الزيتون، ماشي الزيتون الكحل، الزيتون الحامض. وفي رمضان ايام كورونا الخمسه د العشيه كيقول لك دخل بحالك لدارك. الور هنا كانت الولادة ديال هذا الرجل هذا اللي أمامكم صاحب هذا التعليق. عبد الله غير موفق في التأشير. وي صديقي منير وتحية لأبناء مدينة تازة، خاصة هذا الرجل هذا الحكم الدولي في الكرة البرتقالية كرة السلة منير طرباخ. التأشيرة الثانية كذلك ما كانتش موفقة ولكن في لوجو. وي كورونا هي اللي سبابي. شكرا صديقي المنصوري مصطفى، وشكرا للاصدقاء اللي كاملين. وهاد القصه السياسيه غادي ندير لكم عليها لايف واحد النهار، حيت غادي ندير لكم هاد القصه، غادي ندير لكم دابا واحد المباشر وندير واحد الكليسه معكم، ونحطوا شويه غريبه وشي براد ديال اتاي، وغادي نعاود لكم القصه. دابا نحن الفكر ديالنا والعقل ديالنا في المباراه النهائيه، اللقب، اللقب شكون اللي غادي يكون صاحبه؟ واش القنيطريين أم المكناسيين؟ هذا هو السؤال المطروح. لا لا صديقي سعيد الله يرضي عليك منتصر، لا صديقي
ما نبغيوش هاد الحويجات. هذا الراجل كيتفرجوا فيه وليداته، كيتفرجوا فيه عائلته، الله يرضى عليك اصاحبي. هذا الراجل هذا راه ما وصلش للفينال هكذاك، راه شي صريف بالكره الحديديه، الله يرضى عليك. ما نبغيوش هاد التعليقات. عبد الله البوسكراوي معروف هذا الراجل، هذا بوليست معروف هذا الرجل هذا، الله يرضي عليك. ما ندخلوش في هاد الحوايج، ما نقيسو حتى شي واحد، ما نسو حتى شي واحد. الوغ هادشي راه ماشي بالسهل انك توصل للمباراه النهائيه، ما يمكنش. هادشي راه كيوقع في الكره الحديديه، ما يمكنلكش غتكون نتايا غتكون موفق 100%، ما يمكنش يا صديقي. الله يرضي عليك، ما نمسو حتى شي واحد، ما نقيسو حتى شي واحد. حنا في الرياضه، الله يرضي عليك، والرياضه اخلاق ومبادئ. الله يرحم لكم الوالدين. ممكن فقد التركيز، ممكن الله يحسن العوان. الراجل راه من البارح 9 الصباح هو كيناضل هو كيجاهد، راه حنا كنبقاو غير بشر. وي العايا حتى هو عامل. يوسف كان كيضرب البوشون. والضربة الثانية كان موفق يوسف. الضربة الثانية كان موفق بالبوشون، ولكن ما كيتأنيلاش الإخوة البوشون. ما تأنيلاش. البوشون مازال عايش. البوشون مازال عايش. وهذه شهاده من الرجل اللي كان معنا البارح، حسين الفيلالي، كان حاضر معنا طيله اليوم. الور البوشون الاخوان ما كيتانيلاش، مازال عايش، وكيبقى افونتاج بالنسبه للمكناسيين 10 مقابل 10. المباراه ملعوبه اطريز 13 نقطه هي اللي غادي تحدد لنا البطل. وي صديقي فقمان، وي اتفق معك وانا شاهد على هادشي. مارتيل وطنجة وهذا النهار هذا، يومين ديال الافراح. عمر ماشي سهله، حنا كنبقاو غير ابطال. مرحبا بك صديقي حسني الوهابي. صديقي رضوان، شنو غادي نقول لك؟ رضوان اغرابي، الامور لا زالت لم تحسن بعد. الكره الحديديه المنطق لا يحترم فيها. في انتظار الكرة الأخيرة بين أيادي عادل شوقي، شنو غيدير عادل شوقي؟ سينادير مازال ما عرفنا شنو كاين، الله يرضي عليكم، ما تسبقوش الأحداث، الله يرضي عليكم، مازال ما عرفنا شنو كاين. غير مقبول يا عادل الشوبي، حرقتي كرة، حرقتي كرة وكتنتهي المباراة. وسوف أغني، وسوف أغني، سوف أغني للمكناسيين، وهنيئا للمكناسيين على هذا التتويج بهذه البطولة هذه. ألف ألف مبروك لكل مكونات النادي المكناسي. شكرا لكم أصدقائي الأعزاء على حسن الإصغاء والمتابعة. مباشرة كان معكم جلال أبو ملك من مدينة إفران. دمتم في رعاية الله.